الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بالإعلامية المتألقة حوراء الفارسية لتقديم فقرات الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد معالي الشيخ إسباع بن حمدان السعدي الموقر أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية أصحاب السعادة والشيوخ والرشداء والأعيان ومتابعي قناة عمان مباشر حضورنا الكريم لكم منا أزكى التحايا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من صحاري عمان الشاسعة وعلى ضفاف واحات بدي الخضراء بمحافظة شمال الشرقية نرحب بكل من شد رحاله إلينا وسعى مشكوراً إلى التواجد معنا في منتدى عمان للسياحة الصحراوية بنسخته الأولى والذي يهدف إلى تعزيز المعرفة بالسياحة الصحراوية بسلطنة عمان وزيادة الاستثمارات السياحية الاستراتيجية في المناطق الصحراوية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040 المتابعة الحثيثة والمستمرة والاهتمام بتحقيق الأهداف الاقتصادية لهذا القطاع ضمن مسارات ومحاور وأهداف واضحة ستكون ضمن البيان الافتتاحي لمنتدى عمان الأول للسياحة الصحراوية والذي يلقيه رئيس لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية الفاضل صلاح بن سالم الحجري فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين معالي الشيخ إسباع بن حمدان السعدي الموقر أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية سعادة الشيخ محمود بن يحيى الذهلي المحترم محافظ شمال الشرقية الأستاذ الفاضل محمد بن ناصر المسكري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية المكرمون أعضاء مجلس الدولة أصحاب السعادة الولاة المحترمون أعضاء مجلس الشورى أعضاء السلك الدبلوماسي والعسكري الشيوخ والأعيان ضيوفنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم جميعا ونتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ إسباع بن حمدان السعدي أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية على تكرمه برعاية حفل افتتاح منتدى عمان للسياحة الصحراوية الذي يأتي ليعرف بقطاع السياحة في سلطنة عمان ويسلط الضوء على أهمية تعزيز الاستثمارات السياحية
والاستراتيجية في المنطقة الصحراوية، ويعمل على إيجاد تنمية سياحية تتسم بالاستدامة وتحقق رؤية عمان 2040. معالي الشيخ، الحضور الكريم، لقد حرص القائمون على منتدى عمان للسياحة الصحراوية الأول على إيجاد شراكة حقيقية واستراتيجية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، والعمل على رفد المجتمعات المحلية ومؤسساتها المدنية عن طريق إبراز الدور الذي يقوم به القطاع السياحي ودعم الاستثمار لا سيما السياحة الصحراوية لتطوير المشاريع السياحية القائمة والمبادرات التي سيتم إطلاقها في هذا القطاع الحيوي الواعد. أيها الحفل الكريم، إن تنمية السياحة الصحراوية تعمل على تحقيق نمو الأنشطة السياحية وتخدم الأغراض الاقتصادية لأي مجتمع وجدت فيه، وذلك من خلال طرح منتجات فريدة وخدمات متعددة تستغل المواقع الصحراوية وتحفظ لها مكانتها وجاذبيتها وتجعلها سياحة مستدامة تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وتحافظ على قيم المجتمع وثقافته وتنمي اقتصاده المحلي. نأمل أن يخرج منتدى عمان للسياحة الصحراوية بتوصيات ونتائج ومبادرات داعمة للقطاع السياحي ومشاريع نوعية تستثمر في مجال السياحة الصحراوية وتهيئ الفرص لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية تعمل على إحداث تنمية في هذا القطاع الرائد. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للفاضل صلاح بن سالم الحجري على هذه الكلمة. معالي الشيخ، أصحاب السعادة، حضورنا الكريم، إن فكرة إقامة أول منتدى للسياحة الصحراوية في محافظة شمال الشرقية جاء نتيجة لما تحتويه هذه المحافظة العزيزة في سلطنة عمان، والتي حباها الله بمكونات بيئية طبيعية صحراوية خلابة، حتى أصبحت ضمن أهم المناطق السياحية والاقتصادية على مستوى سلطنة عمان والعالم، لنشاهد معاً عرضاً مرئياً بعنوان السياحة الصحراوية في سلطنة عمان. ذهب أنا بلوني متفردة، الكثبان هي بيئتي، تبدو متموجة، مونسة أنا لمن لا يراني موحشة، مبهجة أتحدى الظروف القاسية، أنا ذلك المزيج الساحر بين حدة الطبيعة وجمالها، لطالما عبرت طرقي القوافل وسارت بين كثباني أمم في الحاضر والغابر، الجبال الجميلة عندي هي سلوتي وخير مغامر، أنا الصحراء ذات الجمال الآسر.
شاهدها بأعيننا في منتدى عمان للسياحة الصحراوية. معالي الشيخ الموقر أصحاب السعادة، ضيوفنا الأعزاء، لقد حرص القائمون على منتدى عمان للسياحة الصحراوية الأول كل الحرص على أن يكون هذا اليوم هو الانطلاقة الرئيسية لأفكار الشباب والمبدعين من أبناء الوطن، وجعل تطلعاتهم حقيقية امتثالاً للتوجيهات السامية الكريمة من لدن مولانا أعزه الله في تمكين الشباب وتعزيز الابتكار لتحقيق الاستدامة في خطط ومستهدفات رؤية عمان 2040. ومن هذا المنطلق يسرنا إلى تدشين المبادرة السياحية الأولى من نوعها، وهي مركز الإعلام والمعلومات السياحي بولاية بدية. نبارك لكم تدشين هذه المبادرة السياحية. أما الآن ندعو الزميل الصحفي والإعلامي يوسف المغيري صاحب المبادرة إلى المنصة للحديث عن المركز وأهدافه ومرتكزاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ الموقر، راعي الحفل، أصحاب السعادة، وأيضا الشيوخ الكرام، الكل الحاضرين اليوم في هذا المنتدى الأول من نوعه في السياحة الصحراوية. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالحديث ولأول مرة في منصة رسمية عن مركز الإعلام والمعلومات السياحي. وهذا المركز أتى بعد أن توجهت الحكومة بجميع خططها الاستراتيجية إلى تعزيز مدخولات السياحة في الاقتصاد الوطني وتطويره أرقاماً وواقعاً وعلى طبعاً كل الجوانب والأصعدة وأهمها الإعلام. اليوم إذا تحدثنا عن المشروع مركز الإعلام والمعلومات السياحي، هو وجد في محافظة شمال الشرقية بدعم المؤسسات الرسمية في المحافظة، وعلى رأسها سعادة مكتب سعادة المحافظ في ولاية بدية. سيكون مقر هذا المركز بإذن الله رؤيته تعزيز السياحة الصحراوية واستدامة مواردها تحقيقا لرؤية عمان 2040، ورسالتنا رسالة سامية وهي تأسيس مركز إعلام ومعلومات سياحي مستدام، وأيضا هو صديق للبيئة بأهداف عديدة، منها خلق شراكة استراتيجية بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي، إنتاج محتوى إعلامي ومعلوماتي، وأيضا تعزيز عناصر الاستدامة والابتكار في القطاع السياحي، وتعزيز مفهوم القيمة المضافة أيضا لدى المجتمع المحلي.
إذا تحدثنا أيضا عن التعاون الإعلامي الدولي في المركز الإعلامي السياحي، تم تسخير كافة الجهود من منتسبي هذا المركز للتعاونات الإعلامية. هنا عديد القنوات وأيضا الإذاعات العالمية التي بإذن الله سيكون مركز الإعلام والمعلومات السياحي في ولاية بدية مقر لأعمالها ومنتوجاتها الإعلامية التي تسهم في الترويج السياحي عن المنطقة ومواردها، كذلك التعاون مع الإعلام المحلي الحكومي وأيضا القطاع في القطاع الخاص. حديثنا أيضا عن استدامة المركز، وهناك عناصر أساسية بنيت تحت مظلة وزارة التراث والسياحة. في منتصف هذا الحديث أنا أحب أوجه الشكر إلى معالي الشيخ الموقر وزير التراث والسياحة الذي فتح ذراعيه لكل المبادرات حقيقة الشبابية في أول جلوس لنا بمعية سعادة عضو مجلس الشورى الشيخ منصور الحجري. عرضنا هذه الفكرة وهو كان من المرحبين والداعمين، واليوم بحمد الله نرى هذا الدعم وهذه التسهيلات واقعا على الأرض. إذن هناك عناصر بيئية اقتصادية، عناصر استدامة اقتصادية وبيئية واجتماعية سيسعى المركز إلى تحقيقها بإذن الله. أيضا طبعا تحدثنا عن المحتوى التنافسي والمبتكر، وكذلك نكمل الأخوة. نعم، إذن هذا هو المجمل. في ملخص الحديث اليوم احنا نسعى إلى صناعة أيقونة إعلامية. نتحدث اليوم عن صناعة الإعلام، هي الصناعة الأهم. عندنا مكنونات كبيرة جدا في هذه الصحاري وفي هذه المشاريع الكبيرة هنا في ولاية بدية. أنا أتحدث اليوم وأمثل شباب الولاية. اليوم لم نكن أن نقدم هذه المشاريع وهذه الأفكار لولا الحاضنة هنا من ولاية بدية، ولولا التشجيع من مشايخها الكرام على رأسهم أبي الجميع الشيخ عامر بن سعيد الحجري، وأيضا سعادة الشيخ منصور الحجري، وكذلك سعادة المكرم الدكتور محمد سعيد الحجري وجميع الأعيان الذين ساهموا بكل تأكيد بدفع الشباب هنا في الولاية إلى تقديم ما يملكون من قدرات لتعزيز موارد المحافظة وسلطنة عمان بشكل عام. هذا طبعا ما جاد به مركز الإعلام والمعلومات السياحي، ونحن الآن في صدد البناء، في صدد تأسيس هذا المركز، لكن معاليك لن ننتظر البناء لكي يتم. بدأنا الحمد لله تعاقدات، بدأنا العمل على أرض الميدان، وأهمها هو أيضا التعاون مع هذا المكان، مع جوهرة بدية، لتوفير كافة الوسائل لجلب الإعلام والقنوات الإعلامية إن شاء الله ابتداء من الموسم القادم بإذن الله في روزنامة إعلامية غنية ترويجية سياحية واقتصادية إن شاء الله. إذن ننتقل مباشرة إلى عرض المادة لمخطط المشروع، وبالتالي نرى أيضا مكونات هذا المشروع والحديث عن المكونات التي ستكون إن شاء الله في قلب الصحراء. ارتأينا أن يكون هذا المركز في قلب الصحراء لكي يعيش الزائر من الإعلاميين وأيضا من السائحين التجربة الحقيقية في رمال بدية الذهبية. تفضل. We'll be right back.
إذن هكذا كان الرسم المبدئي، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله وبدعمكم أكيد جميع المؤسساتنا الحكومية التي تعنى بدعم الشباب بإذن الله قادرين على تحقيق هذا المركز وأيضا تحقيق أهدافه على أرض الواقع. شريكي طبعا أحييه أحمد بن ناصر الجنيبي وهو المدير التنفيذي لدي في المركز، ولخلفنا كوكبة من الشباب المجتهدين من أبناء الولاية وأبناء سلطنة عمان. شكرا جزيلا معاليك، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، شكرا. شكرا للزميل الصحفي والإعلامي يوسف المغيري، ونبارك لكم بإذن الله هذا النجاح وهذا الإنجاز، وهكذا هم دائما شباب عمان يستحقوا كل التحية والتقدير. والآن بعد أن أصبح هذا المنتدى منصة لإطلاق المبادرة السياحية الأولى من نوعها، والتي تجمع العمل الإعلامي والسياحي والمعلوماتي، سنشهد أيضاً توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين مركز الإعلام والمعلومات السياحي وبين إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية. ندعو الفاضل رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية والفاضل الرئيس التنفيذي لمركز الإعلام والمعلومات السياحي لتوقيع الاتفاقية. معالي الشيخ أصحاب السعادة، حضورنا الكريم، نرحب بكم جميعاً مرة أخرى لحضور أعمال الجلسة الرئيسية لمنتدى عمان الأول للسياحة الصحراوية بعنوان تأثير الاستثمار السياحي على التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، والتي ستقدم أوراق عمل مهمة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية المعنية في القطاع السياحي والاستثماري والأكاديمي. يسرنا الآن الترحيب بالإعلامي عبد الله السعيدي مدير الجلسة الرئيسية للمنتدى. ونرحب أيضاً بالدكتور حمد المحرزي عميد كلية عمان للسياحة، ونرحب بالدكتور سعيد بن خلفان المشرفي المدير العام المساعد للمشاريع وتطوير المنتج بوزارة التراث والسياحة، ونرحب بالفاضل معتصم الشرجي مدير عام الاستراتيجية وتحقيق الرؤية من الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الشيخ الموقر سعادة الشيخ المحافظ، الشيوخ المكرمون، الأعيان، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين قناة عمان مباشر الذي يتابعونا عبر تلفزيون سلطنة عمان، أهلا وسهلا بكم جميعا في أعمال هذه الجلسة الرئيسية لتأثير الاستثمار السياحي على التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية. وإن شاء الله من خلال هذه الجلسة ستقدم مجموعة من أوراق العمل من المتحدثين تباعا، وبعد ذلك سيكون إن شاء الله هناك نقاش مفتوح من الحضور ومن خلال كذلك المحاور المعدة لهذه الجلسة النقاشية. وسنبدأ أول ورقة عمل مع الدكتور سعيد المشرفي، المدير العام المساعد للمشاريع وتطوير المنتج بوزارة التراث والسياحة، فلتتفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الشيخ راعي الحفل الموقر، سعادة الشيخ محافظ شمال الشرقية، أصحاب السعادة، المشايخ الكريم، السلام عليكم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة بداية نستهل هذا اللقاء الورقة عمل وزارة التراث والسياحة بالشكر والتقدير للمعنيين ولمكتب محافظ شمال الشرقية وغرفة تجارة وصناعة عمان فرع إبرة والمشايخ الكرام والحضور على الإعداد الرائع والتنظيم لهذا الملتقى. ولا شك أن هذا الملتقى سيكون بإذن الله تعالى مرتع خصب لتبادل الخبرات والتطرق إلى المنجزات وأيضا الخطط التي تعني بالدرجة الأولى تطوير محافظة شمال الشرقية كوجهة سياحية متكاملة تستقطب السياحة المحلية والإقليمية والدولية. بادئ لبدء، حقيقة وزارة التراث والسياحة أسوة أيضا بخطتها، خطة التنمية السياحية في جميع محافظات سلطنة عمان بما فيها أيضا محافظة شمال الشرقية، والتي حقيقة الوزارة أيضا ركزت عليها من ضمن أولويات التنمية السياحية التي تشرف عليها وزارة التراث والسياحة في مجال التخطيط والتنفيذ والتطوير والترويج واستفادة المجتمع المحلي. بداية الورقة حقيقة نتطرق إلى المؤشرات العامة. المؤشرات العامة أو الإحصائيات، طبعاً يوجد عدد أكثر من 45 منشأة سياحية تم ترخيصها. هذه المنشآت السياحية تقدم ما يقارب 944 غرفة فندقية. عدد المكاتب السفر والسياحة التي تم ترخيصها من قبل الوزارة يربو على 100 مكتب مرخص. نتكلم عن طبعا لا شك أن محافظة الشمال الشرقية تتفرد حقيقة سواء على مستوى سلطنة عمان وعلى مستوى الإقليمي والمستوى العالمي طبعا بالرمال الشرقية. الوزارة حقيقة استثمرت هذا العطاء وهذه الهبة الربانية حقيقة في تنميتها كمنتج سياحي مستدام، ومن خلال طبعا التركيز على المخيمات السياحية والمنتجعات السياحية بالرمال الشرقية. العدد الذي فعلا تم ترخيصه هو 13 مخيم سياحي ومنتجع. هذه المخيمات تقدم ما يقارب 500 غرفة فندقية. نتحدث أيضا عن الإرشاد السياحي. هناك طبعا عندنا مرشدين سياحيين حسب التصنيف، عندنا مرشد سياحي عام بحيث أن المرشد السياحي لديه ترخيص بممارسة الإرشاد السياحي في كافة محافظات سلطنة عمان، والمرشد السياحي المكاني بحيث أنه هذا المرشد السياحي متخصص في الإرشاد السياحي في محافظة معينة من محافظة سلطنة عمان، والمرشد التخصصي أحيانا في مرشد تخصصي
تم ترخيصه فقط لبعض المنتجات التخصصية الدقيقة، نتكلم عن السياحة الجيولوجية على سبيل المثال. وحديثا الوزارة طبعا رخصت سياحة المغامرات. هذا المنتج حقيقة تم تدشينه في 27 سبتمبر 2023 بالتزامن مع يوم السياحة العالمي. وأيضا عدد المرشدين السياحيين طبعا العمانيين يفوق 500، والأجانب تقريبا أكثر من 145 مرشد. بالنسبة للغات طبعا التي يمارسها هذه المرشدين طبعا عدة لغات، طبعا الإنجليزية والألمانية ولغات عدة أيضا. الرقم يلاحظ على أن الرقم 754 العدد. طبعا أحيانا بعض المرشدين العمانيين يتقن اللغة الإنجليزية ويتقن اللغة الألمانية على سبيل المثال، فيرتفع الرقم يعني، فهو ليس كرقم عدد أشخاص، ولكن اللغات التي يتحدث بها هؤلاء المرشدين. بعض العمانيين طبعا فعلا استثمروا قدراتهم ويتكلموا طبعا، يتحدثوا اللغة الإنجليزية أيضا، يتحدثوا أكثر من لغات يعني. طبعا مؤخرا صدر المرسوم السلطاني 69/2023 بتحديث قانون السياحة. قانون السياحة حقيقة صدر في 2003. الوزارة نعم هيئت من خلال هذا المرسوم السلطاني الاستفادة والاستفادة المثلى من المفردات الطبيعية والثقافية التي تتفرد بها سلطنة عمان، وآلية تنظيم الأنشطة السياحية المترتبة. الوزارة الحين تعكف على إعداد اللائحة التنفيذية التي تنظم هذا المرسوم السلطاني، وإن شاء الله هناك بوادر جيدة في الوزارة، خطت خطوة متقدمة في اللائحة التنفيذية، وإن شاء الله سيتم إصدارها في هذا الشأن. نتكلم عن سياحة المغامرات. طبعا سياحة المغامرات كما أسلفت سابقا أنه تم تدشينه مؤخرا. هذا النشاط تم حوكمته حقيقة الشركات السياحية. الشركات السياحية طبعا لديها الإمكانية التقدم لدى الوزارة عن طريق موقع الوزارة لتسجيل نشاط سياحة المغامرات. هناك بعض المتطلبات حقيقة التي ينبغي للشركات السياحية طبعا استيفائها وتقديمها. يعول على منتج سياحة المغامرات بالدرجة الأولى هو توفير معايير الأمن والسلامة وتسويق سلطنة عمان كوجهة سياحية آمنة لرواد سياحة المغامرات. نتكلم طبعا عن محافظة الشمال الشرقية. الوزارة طبعا دشنت حقيقة المسار الجبلي وادي بن خالد طيوي. هذا المسار الجبلي حقيقة بمسافة 28 كيلو متر تقريبا، يمر على بعض القرى الجبلية. المسار هو ليس مسار جديد، وإنما هو إحياء للمسارات القديمة التي كان حقيقة يسلكها الأهالي والأجداد عندما عند التواصل من خلال التواصل بين قرية وأخرى. طبعا سياحة المغامرات مثل ما أسلف سابقا أنه يمكن لشركات السفر والسياحة حقيقة التقدم لتنظيم لممارسة رحلات سياحة المغامرات، تقديم الطلب، مراجعة البيانات. عندنا حقيقة شراكة مع مركز تدريب المغامرة بالجيش السلطاني. هذا المركز لديه الإمكانيات الفنية والعلمية والتقنية في تدقيق على متطلبات الأمن والسلامة بالدرجة الأولى. عندما طبعا يجتاز المؤسسة أو المكتب الذي تقدم لتشغيل هذا النشاط هذا التدقيق، طبعا هناك رسوم سياحية ويبدأ العمل مباشرة أيضا في النشاط. طبعا للإرشاد السياحي هناك في دورة تخصصية المرشد السياحي في سياحة المغامرات. هناك طبعا عنده برنامج إداري وبرنامج تدريبي وأيضا برنامج فني حقيقة من خلال مركز تدريب المغامرة بالجيش السلطاني العماني. السياحة الصحراوية طبعا هي عصب محافظة شمال الشرقية. وزارة التراث والسياحة تستثمر في هذا
في هذا المنتج حقيقة لتعزيز التجربة السياحية. الفرص الاستثمارية، نتكلم عن الفرص الاستثمارية التي فعلا حظيت بها محافظة شمال الشرقية، نتحدث عن آلية الاستثمار. آلية الاستثمار طبعا تبدأ بتخصيص الأرض، ثم تبدأ بطرح الفرصة الاستثمارية للتنافس. هناك آلية حقيقة تعول عليها الوزارة في تفنيد وأيضا تقييم العطاءات. هذه العطاءات ينبغي بالدرجة الأولى أنها تظهر أن هذا المشروع السياحي لديه تجربة سياحية استثنائية. هذه التجربة يعول عليها الكثير في استقطاب الحركة السياحية طبعا، ثم يكون الالتزام حقيقة مع المستثمر، وثم توقيع حق الانتفاع. نتكلم عن لغة الأرقام أيضا، طبعا هذه الأرقام تقديرية. هناك نتكلم عن عدد من المشاريع حقيقة الخاصة والمشاريع طبعا السياحية التي نفذت على الأراضي الحكومية، تقريبا يفوق على 30 مشروع في محافظة شمال الشرقية بقيمة استثمارية تقريبا تفوق 40 مليون ريال عماني. القيمة المنجزة لحد الحين من هذه تقريبا يفوق 10 مليون ريال عماني. طبعا تظهر النسب عندكم، نسب الإنجاز. الوزارة عندما حقيقة تمنح أو تمنح امتياز استثمار هذه الأراضي لديها أيضا فريق متابعة، تظهر بعض النتائج الإنجاز في هذه المشاريع اللي منها المشاريع الحكومية والمشاريع الخاصة. نتكلم أيضا عن المشاريع أيضا بشكل أوسع، أيضا مشاريع فقط أيضا في الأراضي الحكومية بقيمة استثمارية طبعا تقريبا 19 مليون، ونتكلم عن فنادق طبعا ومخيمات عددها 9. الوزارة بالدرجة الأولى حقيقة في الفترة الأخيرة ركزت على رفع مستوى الجودة، يعني فصار التركيز على ترخيص الفنادق ذات جودة عالية. نتكلم عن فندق 3 نجوم فما أعلى، نتكلم عن مخيم سياحي فاخر، نتكلم عن شقق فندقية فاخرة وأيضا ممتازة. أيضا الاستثمارات في الأراضي الخاصة حقيقة هناك حراك جيد أيضا من أبناء المجتمع المحلي ومن المستثمرين العمانيين، ونشير على أن في استثمار في استراحة ومخيم سياحي فاخر. نتحدث أيضا عن المشاريع التي رخصت يعني في الفترة ما بين 2021 و2022، نتكلم عن 11 مشروع بقيمة استثمارية 11 مليون ريال عماني. الوظائف المباشرة لهذه المشاريع العمانية ما يقارب 100 وظيفة توفر. نتحدث أيضا طبعا في مجمل الحديث أيضا وزارة التراث والسياحة كما أسلفت سابقا أن لديها توجه خلال الفترة القادمة لاستثمار الأمثل حقيقة في منطقة الرمال الشرقية. هناك حقيقة الحين العمل على تحليل البيانات والموقع القائم ووجود الرؤية العامة أيضا وتحديد الأولويات وإعادة المخططات ووضع الإطار العام. خلال الفترة القادمة إن شاء الله الوزارة ستقوم حقيقة بتنفيذ هذه الخطة المتكاملة. هذه الخطة المتكاملة يعول عليها الكثير عملية التنظيم والاستفادة القصوى من الميزة التنافسية التي تتفرد بها محافظة شمال الشرقية، وتعزيز التجربة السياحية سواء الحركة السياحية المحلية والإقليمية وأيضا الدولية، أيضا تعظيم الاستفادة المجتمع المحلي من هذا المنتج السياحي، وتصنيف المجتمع المحلي كشريك أساسي في التنمية السياحية. شكرا جزيلا لكم. شكرا. شكرا جزيلا لك الدكتور سعيد. سنذهب مباشرة إلى عرض الدكتور حمد المحرزي عميد كلية عمان للسياحة. شكرا. بداية أعتذر بس عن الصوت. معالي الشيخ الموقر سعادة المحافظ محترم، يسعدني الحضور الكرام، يسعدني مشاركتكم بالورقة العلمية. Thank you.
طيب. طيب، السياحة الصحراوية نحتاج نفهم الأبعاد الرئيسية لهذه السياحة. البعد الاجتماعي بعد رئيسي في أي خطة تطويرية للسياحة الصحراوية، وارتباط السياحة بالمفردات الحياة اليومية للإنسان في المجتمعات المحلية. البعد البيئي، البعد التاريخي، والبعد الاقتصادي، هذه الأبعاد الرئيسية المكونة لأي خطة لتنمية السياحة الصحراوية، ويجب الانتباه لها في أي خطة مثل ما أشار دكتور سعيد. إيش المقصود بالسياحة الصحراوية؟ تكلم عن الأنشطة. في السابق الصحراء هي مكان للسفر أو للعيش، حالياً الصحراء هي مكان للنزهة ولسياحة المغامرات. هذا جانب مرأة مختلف لرؤية الصحراء. فيقصد بالسياحة الصحراوية زيارة الصحراء بهدف السفر والترفيه من قبل الأفراد أو مجموعات، تشمل استكشاف مكونات طبيعية متفردة في الصحراء خارج البيئة الطبيعية اللي احنا نعيش فيها. توفر تجارب جديدة، تجارب أنشطة مبتكرة. هذه الأنشطة بعض الأحيان تربطنا ببعد تاريخي مثل ما ذكرنا. نتكلم عن الرحلة التاريخية اللي قطعها المستكشف البريطاني. كثير من الزوار من أوروبا يربطوا زيارتهم بهذه الرحلة الاستكشافية، يحتاج هذا الربط التاريخي. الاستدامة في السياحة الصحراوية شيء مهم، وأهمية الاستدامة في الصحراء أكثر من الاستدامة في المناطق الأخرى حقيقة. تأتي أهمية الاستدامة بسبب صعوبة تضاريس الصحراء وعملية إعادة مكون الصحراء لوضعه الطبيعي يأخذ مدة زمنية أكثر. وهنا على سبيل المثال نذكر اللي هو علبة المياه البلاستيكية اللي نشربها احنا بشكل طبيعي، اذا كانت غير من المنتج المستدام تأخذ ما يقارب 400 سنة للتحلل. خارج البيئة الصحراوية ممكن تأخذ مدة 100 سنة، حطنا نقول في البيئة الصحراوية على حسب صعوبة التضاريس تأخذ من 4-10% اضعاف المدة الطبيعية. فالحفاظ عليها، على الاستدامة والمكون البيئي في الصحراء، يعني له أهمية ممكن ما نتخيلها إلا بعد 20 أو 30 سنة من بداية العمليات السياحية في الصحراء. كيف نقوم بالاستدامة في الصحراء؟ كيف نعزز الاستدامة؟ أول حاجة التخطيط الجغرافي السليم. التخطيط والتنمية السياحية لازم يكون لها بعد جغرافي في التخطيط السياحي. فننظر لجغرافيا الصحراء ونفهم جغرافيتها من كافة النواحي، وبعدها ننطلق في التنمية أو وضع الخطط. الخطة العنصر الثاني ما يسمى زونينج كونسبت، والناس المتخصصين في الجغرافيا وفي السياحة يدركون ما معنى زونينج كونسبت أو تقسيم المناطق. ما ممكن الصحراء تفتح على مصراعيها للاستثمار. يمكن الاقتصاديين ما يعجبهم هذا الكلام، لكن هذه حقيقة. لازم نقسم ونحدد الصحراء في مناطق مفتوحة للاستثمار، في مناطق مخصصة لرياضات الصحراوية، في مناطق يسمح فقط للتخييم الحر، في مناطق لا يسمح للتخييم الحر فيها. لازم يكون عندنا زونينج كونسبت. تعريف المنتجات والأنشطة السياحية
وربطها بمقاييس علمية، بمعنى أنا إذا قمت هذا النشاط في هذه المنطقة لمدة كم من الزمن أسمح فيه، ثم لمدة كم من الزمن أغلق هذه المنطقة على أساس ترجع هذه المنطقة لوضعها الطبيعي. فيحتاج لنا دراسات بيئية في هذا الجانب. أهمية تقسيم المناطق بالأنشطة، في مناطق لأنشطة رياضية محددة، في مناطق لأنشطة بيئية واستكشافية محددة أو معرفة. الموصلية أو الأكسسبيليتي هو مفهوم الجميع ينادي به في السياحة الصحراوية. هذا المفهوم يجب أن يكون مقنن. يعني الصحراء حاليا نحن ممكن والحمد لله يعني ندخلها من أي مكان، لكن حقيقة يجب أن يكون مناطق دخول الصحراء معرفة وعليها من الضبط والربط بما يقول يعني القوانين لتنظم هذه العملية للحفاظ على نظافة واستدامة هذه المصدر حقيقة. ليس هناك سائح جيد وسائح سيء. حطنا نقول في السياحة احنا نقول في سائح قليل المعرفة وسائح كثير المعرفة. على كثرة تمكيننا من المعرفة للسائح أهمية استدامة المنطقة وتعريف السلوك المستدام من السلوك غير المستدام، سوف نساهم باستدامة هذه المناطق. تمكين المجتمعات المحلية، وتمكين المجتمعات المحلية هذا شعار حقيقة وزارة التراث والسياحة الموقرة تدفع به بشكل كبير، ونحن من جهتنا كناس متخصصين ندفع به، لكن الدفع يحتاج إلى تمكين. وأول تمكين المجتمعات المحلية والشركات الأهلية هي تمكينها بالمعارف، كيفية إدارة هذه المصادر لازم نمكنهم بالمعرفة والمهارة في هذا الجانب. رفع مستوى الكفاءة المعرفية، ضمان التسهيلات التسويقية. هذه الشركات المحلية يمكن يكون لديها معرفة بإدارة المنتج بس لديها صعوبة بالوصول للأسواق العالمية، يجب أن نسهل هذا الموضوع لديهم. هذا حقيقة ملخص الورقة، واعذروني مرة ثانية على الصوت. الله يحفظكم. شكرا جزيلا لك دكتور حمد، يعطيك العافية وحرصك على المشاركة يعني رغم هذا الظرف، فلك جزيل الشكر. الأستاذ المعتصم الشرجي مدير عام الاستراتيجية وتحقيق الرؤية بالشركة العمانية للتنمية السياحية عمران، تفضل لتقديم ورقة العمل وبعدها إن شاء الله للنقاش. باسم الحق المبين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الشيخ، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم. محدثكم معتصم سلطان الشرجي من مجموعة عمران. قبل أن أطرح ورقة العمل أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل القائمين على هذه الفعالية، على تنظيمهم وحرصهم الكبير على إنجاح الفعالية. يقول الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. أنا أعتقد أن كل واحد فينا حاضر هنا اليوم يسعى لتحقيق إحدى أو مجموعة من الفوائد المذكورة في البيت الشعر. في بيت الشعر يشرفني أن أكون في المقام الأول في هذا المقام لإلقاء ورقة عمل مريحة للنفوس، فقطاع السياحة قطاع جميل وممتع، وأشكر أخي الدكتور من وزارة السياحة أنه عرض المرئي بإحصاءات وأرقام، وإن شاء الله عرض المرئي بصور إن شاء الله تجذب انتباهكم إن شاء الله. كلمة اليوم تنحصر في أربع محاور رئيسية: المحور الأول التوجهات السياحية، المحور الثاني نبذة عن بعض المشاريع واستثمارات المجموعة، المحور الثالث توجه مجموعة عمران، والمحور الأخير الفرص لمقدمي خدمات السياحة الصحراوية. فيما يخص المحور الأول التوجهات السياحية، من المهم أن نبدأ بمستهدفات أو مرتكزات رؤية عمان 2040: البيئة والاستدامة،
الحوكمة والأداء المؤسسي، التنمية الاقتصادية، الإنسان والمجتمع. ولحسن الحظ قطاع السياحة يخدم جميع هذه المرتكزات الأربعة. تتمتع سلطنة عمان بطبيعة خلابة لقت الكثير من الاهتمام خلال السنوات القليلة الماضية، كما حازت على جائزة أفضل وجهة سياحية طبيعية في العالم للعام 2022 من World Travel Awards. كما نالت عمان على المركز الأول خليجياً والثالث عالمياً في مؤشر السياحة المستدامة للعام 2020. وجدير بالذكر هو التنوع الأحيائي في سلطنة عمان. هذا التنوع الأحيائي كما هو الظاهر أمامكم، لدينا في سلطنة عمان ولله الحمد أكثر من 1200 نوع من الأسماك، أكثر من 1400 نوع من النباتات، وأكثر من 2500 نوع من الكائنات البحرية المختلفة، وخمسة نوع من السلاحف، وعشرين من الثدييات البحرية، وأكثر من 130 نوع من الشعاب المرجانية، وأكثر من 128 نوع من الطيور. بالإضافة إلى ذلك هناك كثير من المواقع الأثرية المعترف بها من منظمة يونسكو مثل قلعة بهلة، باطن خطم العين، أرض اللبان، نظام الأفلاج وقلهات. نضيف إلى ذلك السياحة الريفية مثل بلاد سيت، حارة البلاد، قرية وكان، مسفات العبريين، والتي تعطي تجربة متفردة ومتميزة للسائح لجميع هذه المناطق. انتقالاً لمجموعة عمران، فالمجموعة معنية بتطوير وتنمية المشاريع السياحية في السلطنة لرفد الاقتصاد. نقوم بذلك عبر أربع أدوار رئيسية: كمطور رئيسي، وكداعم لخطة الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وكمطور ومالك في قطاع السياحة، وفي عن طريق الشراكات التطويرية مع المستثمرين المحليين والدوليين. ننتقل للمحور الثاني من وهذه نبذة سريعة عن مشاريع مجموعة عمران وتوزعها في أرجاء السلطنة من أقصى شمال مسندم إلى صلالة. ننتقل للمحور الثاني من العرض، المشاريع والاستثمارات. إحدى المشاريع الكبرى التي تقوم بها عمران هو مشروع يتي السياحي المتكامل بتكلفة استثمارية تقارب 300 مليون ريال عماني، والذي يمتلك عدد من المكونات مثل المرافق المجتمعية والثقافية والترفيهية، الوحدات السكنية، منتجع وغيرها من المكونات. إحدى أهداف المشروع تعزيز السياحة المستدامة من خلال التوازن المثالي في أسلوب الحياة، من خلال المياه بإعادة تدوير المياه 100%، الطاقة المتجددة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وبجانب ذاك المشروع هناك مشروع آخر، مشروع عائلة بالتعاون مع دار جلوبال أو دار الأركان العالمية بتكلفة استثمارية تقرب من 500 مليون ريال عماني. مشروع مدينة عرفان في مسقط، والذي يحتوي على مركز مؤتمرات المعارض وفندقان فاتية 4 نجوم و5 نجوم، وكذلك مراكز الأعمال التجارية. أما في مسندم هناك مشروع مخطط له عبارة عن وجهة متكاملة للمغامرات نظرا لطبيعة وتضاريس المنطقة. كما قامت المجموعة بإنهاء المرحلة الأولى من السلك الإنزلاقي، والذي يعد أطول سلك إنزلاقي فوق الماء في العالم. السلك الإنزلاقي يعبر الخليج إلى الضفة الأخرى من الخليج إلى مركز المغامرات. والمشروع الأخير الجدير بالذكر هو مشروع جناين صلالة، وهو الأول من نوعه في المنطقة لتعزيز فكرة السياحة الزراعية، حيث المشروع يتضمن جانبين: جانب السياحي وجانب الزراعي. ننتقل للمحور الثالث وهو توجه مجموعة عمران. نسعى كمجموعة عمران تعزيز التنمية المستدامة من خلال المشاريع اللي ذكرناها، وبالإضافة إلى ذلك من خلال البرامج المجتمعية والمبادرات بالتعاون مع المجتمع المحلي. على سبيل المثال هناك برنامج زري خصب، وبرنامج بيوت الخضراء، ومبادرة الخيوط الصحية، وهذه البرامج لم تكن لتالي النور إذا لم يكن هناك تعاون مع المجتمع المحلي، حيث المجتمع المحلي هو الخبير في هذا المجال. مجموعة عمران تقوم بتوفير البيئة الحاضنة لهم لتقديم خدماتهم في منشآت السياحية. وجدير بالذكر أن مجموعة عمران تسعى جاهدة لتعزيز القيمة المحلية المضافة، حيث حسب دراسة قامت بها شركة
من كل ريال تنفقه مجموعة عمران 844 بيسة تنفق محليا، يعني تقريبا 85% من الإنفاق يستفيد منه المجتمع المحلي. كما نعلم الاجتماعي من الاستثمار أو الأثر الاجتماعي من الاستثمار يتضاعف مرتين ونصف، فمن كل 100,000 ريال عماني يصرف هناك استفادة تقدر ب 250,000 ريال عماني يستفيد منها المجتمع المحلي ومقدمي الخدمات في المجال. أما بالنسبة لمنصة إنتاجي فهي منصة قامت مجموعة عمران بالعمل عليها، وهي منصة تحتوي على سجل للمنتجات المحلية المستخدمة بشكل مستمر في قطاع الضيافة وكالخضار والفواكه ومستلزمات النظيف وغيرها. وهذه المنصة تعزز تجربة الفنادق في توريد المنتجات بسلاسة ويسر من خلق قاعدة بيانات موحدة. ننتقل للمحور الأخير، الفرص لمقدمي خدمات السياحة الصحراوية. منصة فيزت عمان أو المشغل الوطني للسفر والسياحة وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة عمران، أهداف هذه المنصة كما هو واضح أمامكم في الشاشة تمكين مقدمي الخدمات السياحية المحليين من خلال توفير نقطة وصل للمسافرين العالميين، نظام رقمي يربط شركات السفر والسياحة المحلية التي تم فحصها ومضمونة الجودة بشركاء تجاريين رائدين في أسواق المصادر الرئيسية في جميع أنحاء العالم، ومن خلال تقديم تنوع وثراء السياحة العمانية خلال فترة قياسية في أقل من 3 سنوات. قامت المنصة بالتعاون مع أكثر من 60 شركة طيران وأكثر من 100 فندق، وتتميز بأكثر من 200 تجربة سياحية محلية، ويشمل ذلك 80% من التجارب الجذابة التي صممتها الشركة شركات الصغيرة والمتوسطة وشركات محلية. هذه الفرصة موجودة لمقدمي خدمات السياحة الصحراوية في بديه أو شمال الشرقية أن يستفيد منها المنصة بحيث أن يسجل خدمات فيها لكي يستفيد منها السائح عندما يأتي للسلطنة. أما بالنسبة للخبر الأخير الذي أود الإشارة إليه فهو خبر تدشين جهاز الاستثمار العماني لصندوق عمان المستقبل الأسبوع الماضي، وأحد القطاعات المستهدفة لهذا الصندوق هو قطاع السياحة، فقد خصص الجهاز 90% منها لمشاريع استثمارية مباشرة الجديدة أو القائمة المجدية تجاريا واقتصاديا، و10% مخصص لمؤسسات صغيرة ومتوسطة. هذه الفرصة موجودة وأحث أصحاب المشاريع السياحية الاستفادة منها لتوسعه مشاريعهم. وجب التنويه أن هذا الصندوق هو صندوق استثماري وليس صندوق دعم، فالجهاز يدخل معك كشريك تجاري في مشروعك حسب دراسة الجدوى وحسب جدوى المشروع كذلك. في الختام كما بدأت بأبيات من الشافعي رحمه الله فأختمها كذلك بأبياته، يقول: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. وشكرا. شكرا، شكرا جزيلا لك المعتصم. الظاهر أنه تارجت زيادة عدد السياح والحركة السياحية، يعني دخلت في الأبيات الشعرية، هذه دعوة مباشرة للحركة والسياحة. حقيقة القائمين على هذا المنتدى لفتوا الأنظار بشكل أكبر، ليس فقط للسياحة الصحراوية وإنما للصحراء بشكل عام. تحتل الصحراء مساحة ما يقارب 85-90% من مساحة الوطن العربي، وهذه مساحة كبيرة جدا. عندما نتحدث عن الصحراء أو كما يطلق عليها ثروة الرمال، هي كنوز في باطن الأرض تتمثل في الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن، وهي هدوء وسكينة وإنسان عاشق لبيئته على سطح هذه الأرض. فبالتالي الالتفات إلى الصحراء بكل مكوناتها وبكل مقوماتها هو أمر في غاية الأهمية، وموضوع المنتدى اليوم عن السياحة الصحراوية، ولكن الالتفات إلى الصحراء بشكل أكبر أتوقع أنه يتيح فرص كثيرة. لذا أبدأ معك دكتور سعيد، لما نتحدث عن مفهوم السياحة الصحراوية كيف تنظر إليه وزارة السياحة، وكيف تعامل خصوصية الصحراء من خلال استراتيجياتها وسياساتها بحيث تكون طبيعة السياحة تتلائم مع ما يسن من تشريعات وقرارات وضوابط
تنتهجها الوزارة كمنظم لهذا القطاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا أخي عبد الله على هذا السؤال. طبعا وزارة التراث والسياحة تصنف حقيقة السياحة الصحراوية من المنتجات السياحية الاستثنائية. لعلي أتطرق إلى ثلاث أبعاد ترتئي الوزارة تحقيقها من خلال السياحة الصحراوية، وهو مفهوم التنمية السياحية المستدامة، وأعتقد الدكتور حمد أسلف فيه سابقا خلال ورقة العمل، أنه توظيف المفردات الطبيعية والثقافية، أقصد المجتمع المحلي أيضا وتفاعل مع الصحراء في صناعة هذا المنتج بالدرجة الأولى، أن تكون السياحة أداة للحفاظ على هذا الثراء الطبيعي والثقافي أيضا. البعد الثاني بالدرجة الأولى، المجتمع المحلي يصنف شريك أساسي في إدارة هذا المنتج بكافة أنشطته، بحيث أنه يضمن بالدرجة الأولى استفادة المجتمع المحلي من هذا المشروع السياحي أو المنتج السياحي على وجه العموم. البعد الثالث هو تعزيز التجربة السياحية، عندما يستقطب أو يستهدف هذا المنتج السياحي توجد هناك عملية ارتباط عاطفي فيما بين السائح وارتباطه بالمكان والإنسان، أقصد الإنسان المجتمع المحلي الذي فعلا وقف وعكف عبر الزمان على إدارة المنظومة الحياتية وكيف تعايش مع الصحراء، وكيف هناك توجد ألفة ما بين المجتمع المحلي والصحراء. فعندما هذا المنتج الصحراوي يسهم في تعزيز التجربة السياحية ويستقطب ويعزز من ارتباط السائح سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي بهذا، فهو فعلا مشروع سياحي مستدام. نعم، نحن دكتور نتمنى قسوة الصحراء ما تنعكس على تنفيذ المشاريع، لأنه بعض الأرقام اللي أشرت لها تحتاج يمكن بعض التفسير. أشرت إلى مجموع 12 مشروع يواجه تحدي في التنفيذ مقابل مشروعين هم قيد التنفيذ. ما هي طبيعة التحديات التي تواجه هذه المشاريع في بقعة يتفق الجميع أنها مليئة بالفرص؟ بالنسبة للمشاريع اللي اتطرقت عليها، أنا اتطرقت بشكل عام في محافظة شمال الشرقية، وأيضا بالتركيز أيضا على رمال الشرقية. المشاريع التي قيد التنفيذ طبعا هي في المسار الصحيح، وهناك أيضا متابعة مستمرة من وزارة التراث والسياحة والجهات الأخرى أيضا في نسبة الإنجاز هذه المشاريع. نعم، هناك يوجد عدد بسيط جدا من المشاريع التي حقيقة اكتنفتها بعض التحديات، ولعلي أتطرق إلى التحدي المالي هو يعني اعتبارا من الأزمة المالية اللي صدرت، اللي طبعا أثرت على الاقتصاد بما فيها قطاع السياحة. نتكلم عن الأزمة المالية طبعا لنزول أسعار النفط في 2014، ومن ثم أيضا جتها تداعيات وباء كورونا. نعم، هناك مجموعة من التحديات هي تحديات حقيقة تهيمن عليها التحديات المالية والتمويلية. وفعلا الوزارة لديها أيضا تواصل وتفاوض مع المستثمرين، بحيث أن هذه المشاريع نعم توجه إلى المسار الصحيح وفق البرنامج الزمني. وطبعا هذه التحديات ليس قطاع السياحة ولكن الاقتصاد بكافة أنشطته يعني. نعم، معتصم عمران كذراع استثماري حكومي، عرضت قبل قليل شرائح جميلة من ضمنها المشاريع السياحية لشركة عمران، وكانت أعين الحضور يعني تحاول أنها تجد المشاريع التي تنفذ في شمال الشرقية، ولكن يبدو أنها غير موجودة أو محدودة. أريد نتحدث عن نهج الشركة في اتخاذ قرار استثماري معين، ويعني ما نريد نقع في التناقض عندما نقول هذه الصحراء مليئة بالفرص لكن ما نجد مشروع كبير التي الشرقية. آه
طبعا المشاريع اللي عرضتها هي المشاريع القائمة حاليا. في المستقبل قد تكون هناك مشاريع قائمة في محافظة شمال الشرقية، ولكن فترة حالية خلال العام الحالي على أقل تقدير ما عندنا مشاريع في شمال الشرقية مخطط لها. بس في المستقبل إذا في جلوة اقتصادية، إذا في فرصة، طبعا مجموعة عمران في النهاية تسعى لتحقيق رؤية عمران 2040 بالتعاون مع جميع المحافظات. فحسب طلب المحافظات إذا كان في جدوى اقتصادية مجموعة عمران مستعدة أن تدخل في مشاريع. ولكن إحدى التوجهات عن مجموعة عمران هي التعاون مع القطاع الخاص، فلا ندخل بالمشاريع 100%، وذلك لإتاحة المجال القطاع الخاص أن يستثمر ويستفيد من هذه المشاريع كذلك. نعم، هو القطاع الخاص يواجه تحديات كذلك تمويلية ومشاريع متعثرة وغيرها. يعني أنا أقصد أنه بعد الجدوى الاقتصادية هو الوحيد الذي يحدد القرار الاستثماري في شركة معنية باستثمارات ربما لا يجدها القطاع الخاص جاذبة، ولكن ربما تتعامل معها شركة عمران لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية أكبر. لا طبعا، الجولة الاقتصادية هي إحدى المعايير المستخدمة. البعد الاجتماعي، توجهات وزارة السياحة كذلك، هذه كلها عوامل نأخذها في الاعتبار لتنفيذ المشاريع. نعم، ننتقل إلى الدكتور حمد. دكتور، طبعا أنت عرضك كان بعيد عن الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، ولكن تطرقت إلى بعض المخاوف ربما تكون البيئية، إلى بعض المخاوف الأمنية، إلى بعض المخاوف التي تتعلق بعمق المجتمع أحيانا. اليوم من خلال السياحة الصحراوية والتنمية في المناطق الصحراوية، دكتور، كيف يمكن أن نجعل هذا الحراك السياحي والاقتصادي يلامس عمق المجتمع؟ كيف المناطق الصحراوية بطبيعتها تلامس عمق المجتمع من خلال، يعني دائما هذا ما يميز ابن الصحراء انه عاشق لبيئته ومفرداتها، وهذا لامسناه بشكل كبير من خلال احتكاكنا مع الأخوة اللي لقيناهم امس واليوم، كيف تمثل الصحراء ارتباط كبير لهم. شكرا عبد الله. اعتقد في نقطتين هنا. النقطة الاولى هي تنظيم الفعاليات وربط الفعاليات بالموروث، هذا جانب مهم. الموروث ممكن يخلق من خلاله العديد من الأنشطة. الجانب الثاني جانب اقتصادي مهم، وهو تكاملية المناطق الصحراوية مع المناطق الأخرى الموسمية في المحافظة. لازم يكون في تكامل، لأن إحدى معوقات الاستثمار الموسمية، بحيث أن موسم الشتاء هو الموسم الفاعل، لكن الموسم الصيف في تحدي. إذا تم الربط بين موسم في الصيف مع المناطق الأخرى التي تأتيها الرياح الموسمية، مثل في أقصى الشرق، أعتقد أن المنتجات السياحية في الصحراء سوف تلاقي رواج. بهذا المنظور احنا ممكن نسوق ونحافظ للمكون المجتمعي والثقافي. نعم، نحن ان شاء الله راح نفتح المجال لمداخلات واسئلة الحضور، ويعني الاخوة المنظمين يمكن من خلال نقل الميكروفون ممكن هنا نعم ان شاء الله المكرم وتباع ان شاء الله. تفضل. شكرا جزيلا لكم. محمد بن سعيد الحجري. في الحقيقة أنا أود أن أتوجه بالشكر والتقدير وبالغ الثناء للإخوة المنظمين على هذا الملتقى الرائع، وكذلك أهنئكم وأهنئ الأخ يوسف المغيري وبقية إخوانه وزملائه على تدشين المركز الإعلامي السياحي. وفي الحقيقة اسمح لي أخي عبد الله أن أشيد بإدارتك الرائعة لهذه الندوة، وكذلك للأوراق الرصينة. شكرا. التي تفضل بها الأساتذة الكرام. ورغم أن المرء يحاول بقدر الإمكان أن لا يتحدث في كل منبر، لكن ما تفضلتم به أثار الكثير من النقاط التي سبق أن تحدثنا عنها مرارا. أنا كتبت
في عام 2006 مقالا حول السياحة مخاوف وآمال، ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن وعيوننا ترقب النشاط السياحي وكيف يتحرك وكيف يمكن أن يستدام وكيف يمكن أن يستثمر مع عناصر الاستدامة التي أشرتم إليها، خاصة ما يتصل منها بالجانب البيئي وما يتصل منها كذلك بالجانب الاجتماعي، لأننا إذا ضمننا هذا التوائم والانسجام بين النشاط السياحي وبين هذين العنصرين فسنصنع سياحة مستدامة نافعة للمجتمع. وأنا أرى بأننا لا نزال أمام تحدي في النقطتين، فخاصة في الجانب البيئي، يعني ربما لأنه هو الأكثر وضوحا وظهورا. تطلب الأمر عدة سنوات لكي نكتشف أنه إن لم يكن هناك اهتمام بالجانب البيئي المرافق للنشاط السياحي فإن النتائج لن تكون مريحة للمجتمع وقد تصنع شيئا من المقاومة. أطلقنا في بعض المراحل حملات لتنظيف الصحراء، وأطلقنا مبادرة بعنوان بدية بلا مخلفات بلاستيكية من أجل أن نخفف الضرر في الذي ترتب على البيئة، لكن لا يزال الخرق كما يقولون متسع على الراقع. لذلك أنا لا أرى حلاً إلا في تقوية التشريعات وفي تكامل التشريعات السياحية مع التشريعات البيئية، وآمل أن تكون التشريعات البيئية القادمة إن شاء الله في كما سمعنا عن احتمال وجود تعديلات في التشريعات البيئية مستقبلاً أن تكون ملاحظة لهذه النقطة، لأنه لا مجال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فلا مجال أحياناً لردع هذه الظواهر إلا بالتوعية أولاً وبالردع القانوني ثانياً حتى تستدام السياحة. الجانب المجتمعي الجانب الاجتماعي من تأثيرات السياحة كلنا محتفون به، وأعتقد أن وزارة السياحة كانت منتبهة له في مرحلة مبكرة، ولذلك قامت استراتيجيتها السياحية على مبدأ السياحة المنضبطة. وأنا أذكر أنه كانت هناك دراسة بين مركز الدراسات العمانية وبين وزارة السياحة في مرحلة مبكرة حول التأثيرات الاجتماعية للسياحة في الجبل الأخضر، ولذلك ينبغي أن يكون هذا البعد مرافقا لنا حتى نضمن استدامة السياحة وأن يتوائم المجتمع معها ولا يقاومها. الآن كذلك لذلك أنا أتمنى أن تشيروا إلى شيء، إلى ما ولتكن من توصيات هذه الندوة تشديد التشريعات المحصنة والحامية لبيئتنا من التأثيرات السياحية العشوائية. وخلونا نقول كلمة حقيقة من الواقع، ونحن علينا أن نشهد بما رأينا أن التأثيرات على البيئة لم تكن من السياحة الخارجية بالمقام الأول، بل كانت من السياحة المحلية للأسف، من السياحة الداخلية للأسف، وهذا يضع علينا مسؤولية مضاعفة في التوعية وفي الردع القانوني كذلك، وليكن هذا من ضمن توصيات الندوة. لا أريد أن أطيل. بالنسبة لعدد المنشآت الفندقية، وأنتم تدركون أخي الكريم في وزارة السياحة دكتور علي تدركون تماماً بأن هناك نمط من السياحة الموازية خارج المنشآت السياحية المرخصة، وهذا ناتج عن أمر في غاية الوضوح أن الطلب أكثر من العرض، وهذا واضح اليوم في الموسم لا تكاد تجد غرفة فندقية غير مشغولة، فالطلب أكثر من العرض. هذا النشاط الموازي للمنشآت السياحية المرخصة هو نشاط يديره العمانيون وينتفع منه العمانيون، وكذلك يقدم الخدمات في المقام الأول للأسر العمانية ويقدم بدائل ممتازة جدا، وقد حقق ليس فقط نجاحا وإنما نجاحا إبداعيا، ولذلك لا مناص من أن يكون من أن تتحرك التشريع. وهنا لنلاحظ أن حركة النشاط السياحي تسبق حركة التشريعات بكثير، مدى الفجوة بين النشاط وبين التشريعات واسع، ولذلك لابد أن تلاحق تشريعاتنا هذه الحركة حتى يكون الانتظام وافيا وكافيا، وكذلك أن نسهل الإجراءات. لابد من تسهيل الإجراءات في هذا الاتجاه. الأخ المعتصم من شركة عمران
يعني اسمح لي في البيت الذي أتيت به عن الإمام الشافعي وسافر في الأسفار خمس فوائد، واحد من الإخوة حرفه تحريفا ظريفا فقال وسافر في الأسفار كدس فوائد. أنا أضم صوتي إلى صوت الأخي الأستاذ عبد الله في أن نطالب شركة عمران بالاستثمار في القطاع السياحي في المحافظة، ودعنا نقول بوضوح بأن 90% ما لا يقل عن 90% من المنشآت السياحية منذ 25 عاما هي قامت على رؤوس أموال محلية ولم يكن لها رافد من خارج رؤوس الأموال المحلية. الآن كما لاحظنا بأن هناك تحديات تمويلية لكثير من المشاريع المصرح بها، إذا نحن سبق أن طالبنا ونطالب اليوم شركة عمران أن تلتفت وأن تكون شريكاً استراتيجياً للمؤسسات السياحية الناشئة في الولاية هنا في بدية وفي عموم المحافظة، وأن تكون داعمة لها. ولدينا حقيقة من الخبرات ومن الميراث ما يضمن نجاح هذه المشاريع التي تحتاج إلى تعزيز للتمويل، وهذا نداء إلى شركة عمران أن تدخل بقوة في مجال الاستثمار السياحي في المحافظة وفي الولاية، وستجدون خبراء وشركاء على مستوى عال من الكفاءة والمهنية. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور. نأخذ 3 مداخلات وبعدها نجاوب على مجموعة الأسئلة. طيب انتقل تفضل إن شاء الله. طيب نأخذ مداخلتين من هي وبعدين ننتقل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر مكتب سعادة المحافظ على تنظيم هذه الندوة مع غرفة تجارة صناعة عمان ووزارة التراث والسياحة لتنظيم منتدى عمان الأول للسياحة الصحراوية، وإن شاء الله نرى منتديات لاحقة في السنوات القادمة. كل الشكر والتقدير للمنظمين والأخوة اللي قدموا أوراق العمل. في حقيقة الأمر معكم أخوكم منصور بن زاهر الحجري، عضو مجلس الشورى ومثل ولاية بدية. في حقيقة الأمر عرق أخي الدكتور محمد المكرم محمد الحجري على مجموعة مواضيع ربما تلامس الواقع الحقيقي في ولاية بدية وبشكل عام في السلطنة، إلا أني سوف أسلط بعض الضوء على يعني بعض الأمر اللي عند وزارة التراث والسياحة اللي هي خطة التنمية السياحية في رمال الشرقية. حين معوقنا الأساسي واللي نعرفه أن هنا في عمان هي البيروقراطية القائمة والموجودة بشكل مستمر والتي تعرقل كل المشاريع السياحية التي ينهض الشباب للعمل بها من أجل تطوير قطاع السياحة. وولاية بدية ولاية يعني وضعت نفسها على خارطة السياحية سواء كانت المحلية أو العالمية، وأن أبناء الولاية هم من وضعوا السياحة في يعني ولاية بدية في خارطة السياحة المحلية والدولية. في حقيقة الأمر سوف نكون شفافين في الأمر، لأن الشفافية هي في النهاية تؤدي إلى المصلحة العامة. ما نرى أنا يعني هذه الخطة الاستراتيجية الآن التي تسعى وزارة التراث السياحي إلى عملها لها سنوات عديدة، ولم يتم إشراك فيها لا مكتب المحافظ ولا المعنيين بالولاية ولا ممثلين المجتمع. لا نعلم ما هي أهدافها الاستراتيجية ولا رؤيتها ولا رسالتها ولا نعلم كيف يعني يقول أهل مكة أدرى بشعبها، والمجتمع شريك في مثل هذه الأمور ويجب أن يكون هو حاضر في مثل هذه الخطط. هذه الخطة يعني الآن طولت وعرقلت كثير من المشاريع. عندما يتقدم الشباب أبناء الولاية لأي مشروع يوقف المشروع بسبب هذه الخطة الاستراتيجية. نعلق مباشرة على مداخلة الدكتور محمد. طبعا شكرا جزيلا مكرم دكتور محمد. طبعا بالنسبة للجانب البيئي هاجس الجميع ومسؤولية كل الشركاء بما فيها المجتمع المحلي. أنا أتطرق أن الوزارة لديها خطة لإعداد خطة، وأيضا هذا رد لسعادة الشيخ منصور، خطة لإدارة منطقة رمال الشرقية. التوجه موجود، الوزارة لم تخرج هذه الخطة لحد الحين بصدد تنفيذ هذه الخطة، لم تبدأ الخطة. طبعا بالطبيعي أن الشركاء في إعداد هذه الخطة كافة الجهات المعنية بما فيها المجتمع المحلي، مكتب سعادة الشيخ المحافظ، مشغلين المخيمات السياحية. بعض البيانات ستأخذ أيضا من الحركة السياحية
الذي فعلا يرتاد هذه المنطقة. طبعا الوزارة ماخذة في الاعتبار هذا. لو نرجع للخلف شوية، 2019 صدر القرار الوزاري بتصنيف منطقة رمال الشرقية كمنطقة سياحية. طبعا القرار الخطة هذه بتكون ترجمة للقرار، والوزارة ستعمل في تنفيذها، وهي حقيقة سعادتك هي لم تنتهي. أنا كما أدركت أنه الوزارة إن شاء الله ستبدأ في تنفيذها. نعم إن شاء الله خلال هذا العام سعادتك، هي خلال هذا العام. نعم. بالنسبة لنسبة الأشغال والحركة السياحية، طبعا الحركة موسمية معظم سلطنة عمان يعني. طبعا نسبة الأشغال نوعا ما فيها ارتفاع في الموسم السياحي، ولكن هناك أيضا في فترة الوزارة تأخذها أيضا في فترة أنه نسبة الأشغال منخفضة. في الجانب الآخر أنه ترد إلى وزارة التراث والسياحة شكاوي كثير حقيقة من سوء الخدمة، بالرغم أن الوزارة التراث والسياحة حقيقة عندها تعاون مع البلدية المختصة وتقوم بزيارات مفاجئة لرفع مستوى هذه الخدمة. فالوزارة في الوقت الحالي تركز على مستوى رفع مستوى تصنيف المنشأة السياحية بحيث أنها تلتزم بمعايير الجودة، وبالتالي أن المنشأة السياحية ذات التصنيف الأقل ترى وزارة التراث والسياحة أنها تكتفي في الوقت الحالي، وأنما الوزارة فتحت المجال للمنشآت السياحية ذات التصنيف المرتفع. فيما يتعلق بالمبادرات المجتمع المحلي، أنه فعلا قام ببعض المشاريع السياحية دون ترخيص. الوزارة فتحت باب توفيق الأوضاع. خلال الفترة الماضية الوزارة أعلنت أن إذا كانت هناك مبادرة أو أيضا أو منشأة يعني غير مرخصة، الوزارة فتحت أبوابها، يا جماعة يعني تعالوا للوزارة وقوموا بتوفيق الأوضاع. فعلا هناك في استجابة من بعض المستثمرين وأبناء المجتمع المحلي، والبعض الآخر لم يستجيب. نعم. شكرا لك دكتور. نحن فقط لإشارة المنظمين لضيق الوقت بناخذ مداخلتين بس، يعني أتمنى أنها تكون بشكل مختصر وبعدها ننتقل. نعم. طيب، هو نفس السؤال اللي في الحوار، هو بس للتوضيح، يعني مجموعة عمران ما عندها مانع تدخل في استثمار في أي محافظة. خلال الثلاث سنوات الماضية دخلنا في استثمارات في مسندم، في ظفار، في الداخلية. ما عندنا مانع يكون عندنا استثمارات في محافظة شمال الشرقية. فيعني إن شاء الله المناشدة واصلة، وبتواصل مع زميلي القائم بأعمال مدير تطوير الأعمال عشان يبحث عن فرص إن شاء الله في شمال الشرقية. نعم. تفضل. نعم. مداخلتي يعني هي على أن هذه الكثبان الجميلة خصوصا في ولاية بدية ألهمت الشعراء، وأيضا كتبوا فيها من يعني عد واحدة من أجمل القصائد العمانية، وكانت مقررة في المدارس قصيدة ابن شيخان السالمي في الحوية، في كثبان الحوية يقول: ولينة الفراش لها نسيم يعيد لكل تائهة هداها، إذا ما قمت مستويا عليها كأنك قد علوت على سماها، يبيت ضجيعها فيها بأمن إذا ما نام تحرسه صباها. وهذه كما هي ثرية، هذه الأرض كما هي ثرية بكثبانها وبصحرائها، هي ثرية أيضا بالتراث الشفهي، بالقصص والأخبار التي تستخدم الآن وسيلة للترويج السياحي. وفي فترة قبل سنوات قامت وزارة السياحة آنذاك ومركز البحث العلمي بحثا علميا لجمع هذه القصص، وقد قدت فريقا اشتغل في شمال الشرقية، ومن بين الولايات التي اشتغلنا عليها هي ولاية بدية، فجمعنا العديد من القصص والعديد من الحكايات الشعبية هنا. وأنا أذكر سريعا مثل موجود في بدية يقول: يوب فلق الشارق. يوب يعني باللهجة مثل فلق الشارق. فلق الشارق هذه وشارق قرية موجودة في بدية، فلجها اختفى فجأة، وسبب اختفائه على أن أحد المشايخ متزوج زوجتين، واحدة إنسية واحدة جنية، وكان أوصى أولاده على أن إذا مت
لا تغسلوني من الفلج. هذا منفر للسياحة. لا ما هذا جاذب يعني قصة أسطورية. فلكن أولاده لما مات أبوهم قالوا على أن ما يصير كل الدنيا كل الناس يغسلوا في الفلج وأبونا يقصر به. راح لا دخلت في الموضوع. غسلوه في الفلج غسلوه فانقطع الفلج واستمر الانقطاع سنوات لين اهتدوا إلى أحد العلماء وراحوا صالح الجن ورجع الفلج مرة ثانية. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا لك. تفضل الميكروفون شباب. هذه آخر مداخلة إن شاء الله وبعدها طيب. نحن تحت إشارة المنظمين ما عندنا مشكلة حتى للعصر يعني جالسين. نعم تفضل. تفضل. طيب فهمت. بسم الله الرحمن الرحيم. للشعر طبعا وأرجو من الأساتذة الكرام الذين تناولوا هذه الأوراق أن يأوا هذه الأبيات التي كتبتها عندما كنا وما زلنا نعتمد على منتج واحد، تذكر البترول والنفط فانخفضت هذه السلعة فأصبح هناك كثير من التداعيات، والسياحة في عمان حقيقة إن شاء الله تعالى تنطلق وتحقق رقما غير الرقم اللي سمعناه 2.46، هذا رقم حقيقة أو 2 شيء ولا يحقق معدل يعني معدل يضيف للاقتصاد الوطني. فقلت ذيك في تلك الفترة إذا ما شئت أن تحيا سعيدا فدع عنك التكاسل والوعيدا وشمر ساعدا للجد وابني عمان ولا تكن فظا عنيدا فللبترول يركعنا انخفاضا وما كنا ليوما عبيدا وليس العجز يعجز عزم قوم بنوا بالأمس تاريخا مجيدا عمانيون نثني كل صعب سللتاريخ يخبرك المزيدا إذا انكسرت سيوف العزم يوما صنعنا من سواعدنا حديدا وإن جفت أراضينا بقحط خلعنا المزن نفرشها جليدا وإن جفت أراضينا بقحط خلعنا المزن نفرشها جليدا نموت ولا يموت العز فينا نعيش ولا ولو تصير الأرض بيدا عمان المجد سيري دون نفط لمانا قد وهبناها وقودها. هذا أبيات قلناها سابقا. المداخلة الثانية، هناك مطالبات بوجود شرطة سياحية. ما يحدث من تجاوزات في هذه الرمال ليست الشرطة الجهة المعنية فقط وإنما هناك السياحة والبيئة والبلدية وأطراف آخرون. هناك شكاوى من المواطنين بأن هناك رحلات سياحية تنظم وكوكبة من السيارات تمر على هذه الرمال دون مراعاة أصحاب المواشي ومناطق الرعي فتأذوا كثيرا ويطالبون الجهات الرسمية في الدولة أن تترحل معالجة هذه المشكلة. فنرجو أن تكون هناك توصية ونؤكد على وجود شرطة سياحية في هذا الجانب وجزاكم الله خير. شكرا شكرا جزيلا. مراعاة للسكان طبعا. يعطيك العافية. شكرا. السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. محمد ناصر الحجري عضو البلدي ممثل ولاية بدية. حياك. أشكر العميد سليمان خلاص خذهن النقاط اللي عندنا. حنا نتكلم عن التمويم و من... طيب أنا بس عندي تم ذكر السياحة من الجانب المشرق ولم يتم ذكر التحديات التي تواجه السياحة في ولاية بدية. أنا أتكلم بالضبط يعني التنظيم الداخلي بالنسبة للمناطق الصحراوية معانا هذه فيها غياب كلي. أيضا عدم يعني المؤسسات الحكومية إيش بقول يعني بالتعبير ما في تعاون فيما بينهم بالنسبة في الخدمات اللي تخص المخيمات والمنتجعات هذه غايبة. كل حد يعق على الثاني يعني مؤسسة معينة تقول أنا ما مسؤولة وهي ماشية. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد محمد الحجري. أشكر غرفة تجارة وصناعة عمان ومكتب المحافظ على تنظيمهم لهذه الندوة المهمة في السياحة الصحراوية رغم أن العتب بسيط عليهم لعدم تضمين ماراثون عمان الصحراوي ضمن الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه وهو يعتبر حدث عالمي للتشجيع على السياحة الصحراوية. فلا أدري ما هو مفهوم الغرفة عن السياحة الصحراوية ولماذا هذا التجاهل.
ثانيا أتمنى من الإخوة القائمين على هذه الندوة تضمين رياض أو رياضة أو سياحة المغامرات في من ضمن توصيات هذه الندوة. نعم. لما لها من أثر اقتصادي وبيئي واجتماعي لسياحة المغامرات، وكذلك دورها في تعزيز الحفاظ على البيئة والثقافة المحلية والفوائد الشخصية والثقافية للأفراد. وهناك تجارب سياحة المغامرات موجودة وأثارها واضحة، فنتمنى أيضا كذلك القائمين في شركة عمران وفي يعني دعم هذه المبادرات الفردية والشخصية لسياحة المغامرات في الرمال الصحراوية. نرى أن التركيز كاملا في سياحة المغامرات هو في الجبال وفي أيضا البحار، لكن يتم تجاهل الرياضة الصحراوية. شكرا جزيلا لك دكتور. قبل الختام إشارة سريعة فقط لبعض النقاط المهمة التي ذكرت. دور وزارة السياحة في تكاملية الخدمات المقدمة من باقي الجهات لتحسين القطاع السياحي، والإضافة الثانية الحراك نحو تنظيم سياحة المغامرات، وهل للصحراء نصيب منه؟ طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام. حقيقة احنا نركز أكثر شيء، هذه الرمال فيها ناس سكان من مئات السنين وكلهم مهتمين، رعاة أغنام وإبل، ففي الاستراتيجية السياحية لكونها مرجعها لوزارة السياحة لابد من مراعاة هذه الناس والمناطق الراعية، بحيث أن ما يسبب إزعاج للناس اللي ساكنين من القدم، آباهم وأجدادهم يشتغلوا في الرعي، فمراعاة تمليه لابد أنها تضمن. نعم. ومراعاة أماكنهم بحيث أن ما يزعجوهم هذول الناس، لأن شكاوي كثير من هذا القبيل مثل ما أسلف العميد سليمان. نعم. وهذا اللي عندي بس. واضح الشيخ. أحسن. أحسنت. شكرا. بارك الله. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. أنا أبدأ طبعا بالنسبة للبعد اللي الوزارة من خلال تنفيذ إن شاء الله أو إعداد خطة إدارة رمال الشرقية هي معالجة العشوائية، وطبعا من ضمنها هي من ضمن التحديات، فطبعا هذه راح تأخذ في الاعتبار. فيما يتعلق بتضمين الجانب أو الموروث الثقافي اللي تفضل فيه الشيخ وأيضا أسلف فيه الدكتور حمد المحرزي أنه هو جزء من التنمية السياحية المستدامة، وزارة التراث والسياحة طبعا لم تألو جهد في إقصاء التراث أيضا بكل مفرداته عن المنتج السياحي. المنتج السياحي لا يكتمل إلا بوجود الثراء الثقافي والمفردات الثقافية التي تركز على المجتمع المحلي واستفادة المجتمع المحلي، وأيضا فتح قنوات المجتمع المحلي للتفاعل المباشر مع الحركة السياحية، وهذا جزء من تعزيز التجربة السياحية. فيما يتعلق بالتكاملية مع الجهات المعنية، حقيقة في الوقت الحالي وزارة التراث والسياحة وتوقع كل الجهات الحكومية لديها تكاملية جيدة مع مكاتب المحافظين، سواء من خلال تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية. أعطيك مثال على سبيل المثال، مشروع الواحات السياحية المصغرة، هناك تنفيذ مباشر سواء من قبل مكتب المحافظ أو من وزارة التراث والسياحة. إذا كان من قبل مكتب المحافظ، التمويل من قبل وزارة التراث والسياحة. الإشراف أيضا في بعض المنشآت الخدمية تم إحالتها إلى مكتب المحافظين لإدارتها. هناك في تنسيق، مستوى التنسيق حقيقة مرتفع مع الجهات الحكومية، وحقيقة مكتب المحافظ يعني سواء مكتب محافظ شمال الشرقية ومكتب المحافظين، هناك حقيقة في قنوات تواصل مباشرة سواء من خلال إدارة التراث والسياحة الموجودة في تلك المحافظة أو من خلال أيضا الوزارة بالدرجة الأولى. فهناك حقيقة يعني
تم معالجة حقيقة عدد من الإشكاليات السابقة، نحن نقول تحديات يعني، وكانت هذه التحديات حقيقة يعني ساهمت نوعا ما، بس في الوقت الحالي لا، فعلا هناك في وتيرة من التعاون المباشر. وأنا أيضا أعطيك مثال، ليس على مستوى الوكلاء أيضا الوزراء، أيضا على مستوى أيضا الجانب التنفيذي، وحقيقة هناك في تعاون، في تعاون، وحقيقة هذا التعاون له ثمرات حقيقة على أرض الواقع فيما يتعلق بالمشاريع النوعية وأيضا المشاريع الخدمية. شكرا جزيلا لك الدكتور سعيد على طرحك القيم في هذه الجلسة، والشكر لك الأستاذ المعتصم. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة. نشكر جميعا على المداخلات. مثل ما ذكرنا سابقا، مجموعة عمرة ما عندها مانع أنها تستثمر في محافظة شمال الشرقية مثل ما قامت بذلك في محافظات أخرى في السلطنة إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ المعتصم. دكتور حمد، نحن حاولنا نحيد عنك الأسئلة قدر الإمكان رأفة بصوتك يعني، ولكن جزيل الشكر لك على حضورك وتقديمك للعرض المرئي، والشكر موصول لجميع الحضور ومتابعينا عبر قناة عمان. بهذا تكون هذه الجلسة النقاشية قد اختتمت. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا. الله يسلمك. تفضل تفضل. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا للزميل عبد الله، وشكرا ايضا لضيوف الكرام. يسرنا الان ندعو معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي الموقر وسعادة محافظ شمال الشرقية ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية لتكريم المؤسسات الراعية والمشاركة في هذا المنتدى. الجهات الحكومية، مكتب محافظ شمال الشرقية. وزارة التراث والسياحة. وزارة الإعلام. الجهات الخاصة، مركز الإعلام والمعلومات السياحي. مخيم ليالي الصحراء. مخيم جوهرة الواصل. مخيم بدية الصحراوي.
المزايا للتجارة. شركة كرياتيف تاتش. شركة ميدان الأفكار. المتحدثون الدكتور سعيد بن خلفان المشرفي. محمد المحرزي. الفاضل معتصم الشرجي. الإعلامي عبد الله السعيدي. وحوراء الفارسية. والآن يسر اللجنة المنظمة لمنتدى عمان للسياحة الصحراوية أن تقدم هدية تذكارية لمعالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي الموقر أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية راعي حفلنا هذا. وكذلك يتفضل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة عمان بتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل. وفي الختام شكرا جزيلا على حضوركم.